السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. مهرجان الجونة وهجوم حاد من عمرو أديب على محمد رمضان بعد طرده من الجونة ورد مستفز جدا جدا من محمد رمضان نشره منذ قليل. هنشوف قال ايه رمضان على تنمر وعلى شماتة واضحة وصريحة من الإعلامي عمرو أديب، وبعض الفضايح وفساتين اليوم الرابع من مهرجان العري السينمائي. في البداية كده، هو ده مهرجان الجونة السنة دي، مفيش حاجة زي كل سنة الناس بتستناه عشان يتفرجوا على الفساتين. كل سنة نقول هيكون في حاجة أفضل، في حاجة أنظف، ولكن مسخرة وقلة أدب كل سنة بعد التانية. وفي الآخر بيقولوا الناس اللي بتهاجمهم ده ناس جهلة وناس متخلفة وناس مش عندها ذوق. احنا بنصدر الوجهة المشرفة بتاعت بلدنا مصر، فبالتالي احنا جسمنا ده عرض فلازم نعرضه للدول الخارجية. إلهام شاهين سكرانة سكرانة على الآخر طينة كده، ولما الناس انتقدتها على الصورة اللي حضراتكم لسه شايفينها وانت ازاي قلعة كده وازاي بتشربي والكاميرات بتصورك، قالت محدش ليه دعوة، مين هيتحاسب مكاني؟ انا اللي هتحاسب، كلكم غجر وكلكم ما تسووش حاجة. وهي دي تصريحات إلهام شاهين بعد واقعة انها كانت بتشرب شربة وسكرانة خالص وبترقص، وايضا واقعة يسرى وهي في حضن ساويرس وهي ناسية خالص انها متجوزة وعايشة حياتها بطريقة غبية، و الناس دي مش حاسة بسنها او بعمرها او ان هم دي عيشتهم وهي دي حياتهم. بصراحة شيء مستفز جدا جدا. في الاخر زعلانين من الناس اللي بتهاجمهم علشان فساتينهم اللي هي مش فساتين، ده هي قطعة قماش وحاجة لفينها على جسمهم، ويا ريت ستراهم، ده بالعكس فتحاهم تماما. مناظر قبيحة وحاجة بصراحة ما ترضيش ربنا. يمكن كل الفلوس اللي صرفتوها في المهرجان علشان تبانوا بصورة معينة، وهي يا ريت صورة عدلة، ده صورة وحشة كان زمانكو دلوقتي دفعتوها. الناس هيدخل عليهم الشتاء محتاجين لبس يسترهم، لبس من البرد يسترهم. بالمناسبة خالد سليم كان لابس بدلة ب 14 مليون جنيه كلها مرصعة طبعا بالماس والماز، وده تصريحات منه شخصيا. طبعا نجلاء بدر لحد الآن متصدرة الترند هي ورانيا يوسف، وتنافس قوي بينهم هما الاتنين، مين فينا قلعت أكتر ومين قدرت تبين جسمها أكتر علشان تتشهر. جوز نجلاء بدر ده يعني أنا مش حاسة إن هو في سنتي أو ملي رجولة، لأنه لو عنده أي رجولة مش هيبقى بالمنظر ده. ريهام حجاج واللي هي حاسة إنها محدش اتجوز اللي هي، كل ما حد يسألها مين عاملك الفستان تقول محمد حلاوة، مين لبسك النهاردة محمد حلاوة، مين اللي أكلك محمد حلاوة، مين معرفش عمل إيه محمد حلاوة. طب طبيعي يعني هو جوزك مش لازم تقولي، ولا هو استفزاز وخلاص. وكمان ناس كتير طبعا انتقدت منى شلبي، يعني دايما بنشوفها في اطلاله هاديه لكن تطلع مبينه بطنها ولابسه العريان قوي، ده ناس كتير برضو هجمتها. وناس جت الجونه ما كانتش معروفه، ولما قلعت الناس فضلت تقول مين دي مين ده علشان يرجعوا يتشهروا تاني او على الاقل يبانوا. أروى جودة وناس كتير جدا بتتنمر عليها بسبب يعني لبسها وبسبب التشوهات أو التجاعيد اللي بانت في جسمها، وطبعا ده مش عيب، كل حد لازم يرضى بجسمه زي ما كان. ولو اتكلمنا بقى عن محمد رمضان وعمرو أديب، محمد رمضان هو اللي أحيا حفل افتتاح مهرجان الجونة، ودي شيء طبيعي. دخل طبعا بالمهرجان بتاعه بالعربية بتاعته، يعني عمل عرض وناس كتير بقى اتكلمت عنه انه هو انطرد من مهرجان الجونة. طب يا ترى محمد رمضان ترى فعلا طردوه من مهرجان الجونة؟ طب لو هيطردوه ليه استدعوه او ليه عزموه واتبعت ليه دعوة خاصة طبعا من نجيب سويرس؟ كمان عمرو أديب طلع في برنامجه، احنا عارفين ان في عداوة بين الاتنين خصوصا بعد ما محمد رمضان كسب كل القضايا. انا مش متحيزة لمحمد رمضان ولا متحيزة لعمرو أديب، كل واحد في حاجة معينة بننتقده دايما عليها، لكن عمرو أديب طلع في البرنامج واتكلم وكان الشماتة واضحة وصريحة عليه بطريقة مستفزة. لما انتوا عايزينه جبتوه، لما انتوا مش عايزينه جيبوا لي، طفوا النور عليه، والمذيعة مش
قابلته قالت معانا محمد رمضان وسابته ومشيت. ايضا قال ان يسرى مرضتش تقدمه ونزلت عن المسرح، وان نجيب سويرس تجاهله تماما وهو بيغني اغنية ملهاش اي علاقة اسمها دلع البنات، ملهاش اي علاقة بمهرجان الجونة ولا بالافلام المعروضه. انتقدوا انتقاد شديد جدا وقال هو ده محمد رمضان، لازم كل مكان يروحه وينطرد منه. انا ما بقولش حاجه، انا بحكي موقف حصل. طبعا ده كان كلام عمرو اديب اللي ناس كتير هجمت عمرو اديب، مالكش دعوه يعني طردوه مش طردوه مش موضوعك، يعني في حاجات تانية ممكن تتكلم فيها. النهارده لسه من اقل من ساعه محمد رمضان رد على صفحته بكلام عمرو اديب اللي قاله في المهرجان اللي قاله في البرنامج، واتكلم وقال شو اسمك يا عمور، اسمي عمور، حاجات زي كده، وقال شو عمرك 3 او 4 شهور وين بتدرس، قال له بدرس في الروضه. وطبعا الكلام ده والسخريه ديت كانت من كلام عمرو اديب. لو هنكون منصفين، انا حسيت تحامل شديد جدا من عمرو اديب على محمد رمضان. انت مالكش علاقه، يعني ممكن يكون بينكم خلافات بس بلاش الشماته. وايضا رد محمد رمضان، انا دايما بنتقده في مواقف كتير خصوصا من بعد واقعه الطيار اشرف ابو اليسر رحمه الله عليه. هنتكلم كمان في لبلبة اللي استفزت الناس كلها النهاردة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة وبرأسها، وقالت أنا ما بخافش من الموت، أنا لسه قدامي عمر طويل وهرجع أرقص وهفضل أرقص أنا شباب. على الرغم أن لو ركزتوا في شكلها هتحسوا أنها من كتر ما شدت ومن كتر ما هي لابسة حاجات تضيق على جسمها تحس انها ملزقه وشها، ما بقاش في معالم من كتر البوتوكس ومن كتر الشد والنفخ، حاجه بقت عيب قوي على السن ده. والله لو لبست محتشم محد هيقولك ايه ده عيب، انت لابسه محتشم ليه؟ ده ليك ولنفسك ولدنيتك ولاخرتك. الناس اللي بتهاجمنا ان احنا بننتقد فساتين ويقولوا انتوا مالكم، ولا ديننا ولا اخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا بتسمح لنا ان احنا نشوف واحده لابسه كده ورميه طرحه على شعرها، بدليل ايه؟ احنا مش بنهاجم، احنا مش بنقول دع الخلق للخالق لسبب ان ربنا قال ومن رأى منكم منكرا فليغيره. انت ممكن تغيره، احنا بنغيره بلسنة، لكن ممكن غيرنا يغيره بحاجات تانية، لكن هم حابين راضيين مبسوطين بالوضع اللي حضراتكم شايفينه. الهام شاهين حاسة انها عايزة ترجع لورا، ده منظر. وللأسف انتقدت وشتمت الجمهور بالكامل، انتوا مالكوش دعوة، محدش هيتحاسب مكاني، انتوا كلكم جهلة ومتخلفين. لو هو ده الجهل احنا راضيين بيه، سيبنا لكم الحضارة وسيبنا لكم الرقي، احنا ما يلزمناش نكون في وسطكم او حتى نعرف اشكال بالطريقة دي. اسفة على اسلوبي وجمهوري واخواتي المحترمين اللي هينتقدوني، حقكم عليا، ولكن الامر مستفز زيادة عن اللازم. شكرا جدا، واستنوا باقي فضايح مهرجان الجونة في الجزء الثاني. شكرا، ياريت تدعمونا بلايك. سلام عليكم.